السلام عليكم شباب بنات مصر وطن عربي، معكم محمود الشرنكاوي، والنهارده في حلقتنا حارت عليكم مجموعة تمارين الحرقتون البطن. من قبل ما اعرض عليكم التمارين الاول او كمان من قبل ما اعرض عليكم بقيه التمارين، عايز اقول لكم ان كل التمارين اللي انا حاطط عليكم ان شاء الله في فيديو النهارده هيساعدوا ويساهموا بشكل كبير جدا على حرق دهون البطن بشكل كامل او بشكل عام. وكمان لو عايزين تعرفوا معلومات اكتر او نصايح اكتر عن منطقه البطن وكمان ازاي تحرقوا الدهون بجانب التمارين اللي انا حاطط عليكم علشان توصلوا للنتيجه اللي انتوا عايزينها في فتره قصيره جدا، افتحوا الديسكربشن او الوصف تحت الفيديو هتلاقوني كاتب وشارح كل حاجه بالتفصيل. المهم الحلو قوي دلوقتي بقى التمرين الاول اللي هنعمله مع بعض محتاج تركيز وهدوء اعصاب وتحكم في الحركه نفسها، وهنعمل التمرين ده مع بعض 4 مجموعات في 20 عد. يلا بينا.